The European Union is now considering whether to remove Hamas from its list of designated terrorist organizations. Some EU members say that Hamas, which rules the Gaza Strip, has changed its mindset and no longer plans murderous activities. To find out about Hamas today, we went to Gaza. We visited refugee camps operated by the United Nations Relief and Works Agency, also known as UNRWA, which provides aid to the vast majority of Gaza residents. We spoke with Hamas leaders who have taken over UNRWA. We asked Hamas if it had changed its policy of inciting indiscriminate acts of violence. Instead of changing its ideology, we discovered that Hamas is preparing for its next acts of terror. We found that Hamas was recruiting and exploiting 17,000 young teens. Drafted from UNRWA by Hamas, the teens attend war games where they learn how to use lethal weapons. Training children for combat represents a clear human rights violation, as spelled out in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Let's watch and listen as Hamas leaders articulate their vision. Let's also hear from the youngsters themselves. فإن الجنود الأشداء قادمون بإذن الله عز وجل سوف يرونه في حيفا وتل أبيب وكل مكان من أرضنا الفلسطينية. إحنا بنعد نتدرب في هذه المخيمات كي نصبح مجاهدون ونقاوم الاحتلال الإسرائيلي الظالم الذي احتل هذه الأرض والذي دنس هذه المقدسات وبإذن الحي القيوم. سنحررها بإذن الله عز وجل وسنصبح بإذن الله من القادات المحررين للمسجد الأقصى وهذه المخيمات تعلمنا منها الجهاد والصبر والتمكين والإيمان وكل صفات المسلمين. كل عام سيكون في هناك شيء جديد يعني يكسبه هذا المشروع لنصل إلى مرحلة أن يكون جميع أبنائنا وجميع شبابنا شباب يعني قد محونا الأمية على السلاح إن شاء الله. تعلمنا كثير في هذه المخيمات زي تفكيك السلاح الأجزاء المعينة فيه وخشينا هذه كمان المخيمات إحنا حتى لين العدوان الصهيوني من هذه البلد ونصل الأرض المحتلة القدس ونحررها بإذن الله. المقاومة تعتبرها حماس أسا لإرجاع الأرض وتحرير العرض وتحرير الأبناء وإقامة الدولة وعاصمتها القدس. الميثاق هو مبادئ، والمبادئ لا تتغير ولا تتبدل على مدار الزمان. قررت بأن الكفاح المسلح على رأس الوسائل التي تسترد بها الأرض، وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. عشان اتدرب وحلم ان اكون مجاهد عشان هنحرر ارضنا وطبعا يعني عشان الاقصى ان شاء الله هنحررها بايدينا وبايدين مجاهدين القسام والمقاومه الفلسطينيه. شاركت عشان اكون مجاهد وعشان نكون رجال. شاركت في المخيم عشان نبقى عندنا وجهيه كيف نحارب العدو الصهيوني، كيف نرجع ارض الاجداد، ارض فلسطين، ما نرضاش على ارض فلسطين انها تضلها مع اليهود. لذلك لابد من تحصين هؤلاء النفوس وتقويه المعنويات بحيث يكونوا أقوياء في الدين، أقوياء في انتمائهم للوطن، أقوياء في انتمائهم أو بانتمائهم للجهاد، ويكونوا عونا للمجاهدين لا عونا للمحتلين. أصبح مجاهد مقاتل في سبيل الله ولنحرر فلسطين من دنس الاحتلال الصهاينة ولنكون نواة مشروع التحرير القادم بإذن الله. بحكي لنتنياهو يعلون بقولهم إن شاء الله سنحرر فلسطين من هذا الطريق، إذا ضلينا على هذه الطريقة حنحرر فلسطين إن شاء الله. دربنا هذا الجيل على كل أنواع الأسلحة وعلى جميع التخصصات، دربناهم على المدفعية وعلى الدفاع الجوي، دربناهم على الأنفاق، دربناهم على الكيماندوز، على الضفادع، دربناهم على كل شيء حتى يعتدلوا ليحاربوا عدوهم بإذن الله تعالى. لم يبقى إلا حل وحيد هو أن نقاوم هذا المحتل حتى يندحر مع الأرض الفلسطينية. أي اتفاقية تسوية لا تعدو أن تكون هدنة مؤقتة، ولذلك ما يجري على الأرض دائما
كلما انتهت جولة كان الاستعداد للجولة الأخرى حتى يزول هذا الاحتلال. برنامج حماس ثابت في المنهاج التربوي والإعداد وكذلك في برنامج المقاومة. من خلال هذا الميثاق نقدم رؤيتنا لهذا الصراع مع الاحتلال، نقدم مبادئنا ونقدم آليات التحرير من خلال المقاومة. طبيعة العلاقة بين حماس والأونروا هي علاقة طيبة وجيدة، نحن نحرص على تسهيل وتيسير أعمال الأونروا ويحدث تواصل في بعض الأمور التي قد يحتاجون لتسهيل الأمور، ولكن الآن كما قلت أن الاتصال المباشر هو مع الحكومة. نؤكد على أن الكفاح المسلح هو الخيار الوحيد لتحرير فلسطين لا المفاوضات. نحن نقول أن هذه التهدئة وهي تمثل بالنسبة للمقاوم استراحة مقاتل حتى يتم تحرير أرضنا ومقدساتنا. المقاومة من حقها أن تطور إمكاناتها، ويعني هذه ثقافة المقاومة يعني متجذرة في 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 الشعب الفلسطيني. At the end of the children's war games, Hamas held a rally to celebrate. Let's hear their call to arms. هذا هو الجيل الذي يتأهل للتحرير وللنصر وللعودة وللاستقلال. يا ويلكم يا ويلكم يا بني صهيون من هذا الجيل الذي لا يعرف الضعف طريقا إلى قلبه. جيل الحجارة وجيل الصاروخ وجيل الأنفاق وجيل العمليات الاستشهادية. كما وأتقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع من أشرف على تدريبنا في الميدان، حيث تعلمنا الكثير الكثير وفي عدة تخصصات منها الرماية والقنص والدروع وغيرها من التخصصات. فاليوم وضعنا في أيديكم السلاح ولن ننزعه من أيديكم إلا لندرب به إخوانا من بعدكم. إلى هناك إلى القدس حيث التحرير بإذن الله. القدس وحق العودة والأرض والمقدسات. كل التقدير لكتائب القسام التي جعلت من مهامها تدريب هذا النشر العظيم. لما لا؟ أليس هؤلاء هم جيل التحرير وجيل الانتصار؟ كل تحية لكم يا أبنانا. هذا الجيل الذي استهدف بالتدريب والعناية والرعاية في عمليات كشفية جهادية حركية على تدريب السلاح البسيط الخفيف لنعدهم للمستقبل لكل النوائب التي يواجهنا بها عدونا الغاشم. As the European Union deliberates the terror status of Hamas, a question remains. Will the EU and UNRWA donor nations consider Hamas human rights violations against children?